هل شرب الدخان من الكبائر؟ وهل يجوز؟ هو الأصل أنه ليس من الكبائر، إنه معصية وحرام، وليس كل حرام وكل معصية تكون من الكبائر، لكن ذكر العلماء أنه إذا داوم على المعصية، إذا داوم عليها واستخف بها تتحول إلى كبيرة، وإن كانت في الأصل من الصغائر إذا داوم عليها واستخف بها تتحول إلى كبيرة. نعم.